ان انا استاهلها فعلا. تمام، عايز بس اقول لحضراتكم خبر هام جدا، الكاف يدعو الخطيب لحضور نهائي الامم الافريقيه. تلقى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي دعوه من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم لحضور نهائي بطوله الامم الافريقيه التي تجرى فعالياتها حاليا بالكاميرون، وذلك يوم 6 فبراير المقبل على الملعب الاولمبي بمدينه ياوندي. جاء نص الدعوه كالتالي: عزيزي السيد محمود الخطيب، أتمنى لك ولجميع أحبابك سنة سعيدة وجديدة مليئة بالخير، وبالنيابة عن الكاف وجميع الدول الأعضاء به، نود أن ندعوكم لحضور نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي تجرى حاليا بالكاميرون، وذلك يوم الأحد 6 فبراير القادم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الكاميرون على الملعب الأولمبي بمدينة ياوندي. وسوف يقوم السيد موسينجو أومومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتواصل مع الإدارة المختصة لتوضيح كافة الأمور الخاصة بدعوتكم، مع تحياتي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. دعوة موجهة لكابتن محمود الخطيب لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية من رئيس الكاف. طبعا بطولة هامة جدا، ومحمود الخطيب كابتن محمود الخطيب طبعا أسطورة من أساطير كرة القدم الإفريقية والمصرية ورئيس النادي الأهلي، وبالتالي يعني بقى معرفش حسب ظروف الكابتن خطيب إيه اللي هيحصل في هذا الأمر، هنشوف بقى هيكون إيه اللي هيحصل خلال الأيام القادمة. كابتن